السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر نوفمبر لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي استهلت. جلالة الملك المفدى يدعو لعمل فيلم وثائقي يبرز تاريخ النادي وإنجازاته. الملك أيده الله للاعبي نادي المحرق، أدخلتم الفرحة على الجميع وأصبحتم أبطال الخليج وآسيا. وإلى صحيفة الوطن والتي طالعتنا بما يلي. العاهل، المنتخبات العسكرية تواصل تحقيق النتائج المشرفة بكافة الرياضات. الأمم المتحدة للوطن، نظام تعليمي متين وبنية تحتية صحية في مملكة البحرين. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي بينت، ولي العهد رئيس الوزراء يدعو إلى تعزيز التكامل لتحقيق تطلعات مواطني مجلس التعاون. أما صحيفة البلاد فقد بينت، مجلس الوزراء محاولة اغتيال الكاظمي هدفها إثارة الفتنة في العراق، قواعد لتوزيع قطع أراضي مشروع التخطيط. نبدأ مع أخبار صحيفة الأيام والتي بينت أن الدكتور محمد مبارك المدير العام لشؤون المدارس التقى ب110 من القيادات التعليمية العليا بالمؤسسات المدرسية الحكومية، وخلال الاجتماع استعرض أهم محطات الفصل الدراسي الجاري. لافت الصحيفة الأيام أن فريق التنقيبات الأثرية بإدارة الآثار والمتاحف اكتشف في منطقة بالقرب من موقع قلعة البحرين خلال الأسبوع الفائت قطعتين أثريتين فريدتين، حيث نوه الفريق بأن هاتين القطعتين المصنوعتين من الطين عبارة عن قطع أثرية يونانية يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. صفحة الرياضية لصحيفة الأيام نقرأ أن الاتحاد البحريني لكرة القدم أصدر جدول مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس جلالة الملك المفدى الذي سيقام في شهر ديسمبر القادم. وبحسب الجدول ستقام المباريات الأربع على مدار يومين بواقع مباريتين في يوم 28 من شهر ديسمبر القادم على ملعب أستاد البحرين الوطني. لفت الصحيفة البلاد أن المجلس الخليجي للألمنيوم أعلن عن فوز مملكة البحرين باستضافة الاجتماع السنوي للعام 2022 والذي يجمع قادة صناعة الألمنيوم في العالم. نقلت الصحيفة البلاد أن عدداً من المقاولين والمتعاملين في مجال المقاولات والمنشآت أبدوا التأييد لتطبيق القرار الوزاري المتعلق بالرقابة على منتجات حديد التسليح والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 من شهر يناير لعام 2022. قلمي شيخ العليوي نشر صحيفة الوطن مقالا لها حمل عنوان المجتمع الدولي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإلى هذا المقال. اهتم المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فنادت الأعلانات والمعاهدات الدولية بمبدأ المساواة بين جميع الأفراد وحظر التمييز فيما بينهم على أساس الإعاقة في التمتع بالحقوق والحريات، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي نص في مادته الثانية على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز من أي نوع. كما أصدرت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان للتعزيز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص من خلال الحث على تمكينهم وضرورة إدماجهم في المجتمع. كما في صدور إعلان حول التقدم والإنماء
في الميدان الاجتماعي في عام 1969، والذي أشار إلى الضرورة توفير الخدمات الرعاية الاجتماعية وإنشاء وتحسين النظم الضمان والتأمين الاجتماعي لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون بسبب مرض أو عجز غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة. نشرت صحيفة الوطن أن الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية افتتح جامع الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، مؤكدا فضل بناء المساجد ودور العبادة والأجر العظيم. بيّنت صحيفة الوطن أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال إن العلاقات التي تربط الأزهر ومملكة البحرين تميزت بالعمق والمتانة، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. لافت صحيفة أخبار الخليج أن الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية زارت عددا من مراكز الرعاية الصحية، وخلال الزيارة استعرضت العمل القائم ضمن مشروع استراتيجية التسيير الذاتي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى ضمان تقديم مراكز الرعاية الصحية الأولية لخدمات صحية متكاملة ومستدامة. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور أحمد العريض عضو مجلس الشورى أكد أن مشروع قانون تنظيم استخدام الخلايا الجذعية للعلاج لا علاقة له بقانون زراعة الأعضاء البشرية، ويناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء مشروع القانون الذي طالبت الحكومة بإعادة النظر فيه، معلل ذلك بأن الغاية متحققة بالفعل، مؤكدة إن بحوث الخلايا الجذعية تشكل اليوم ثورة في الدراسات الطبية في جميع دول العالم. صحيفة أخبار الخليج نطالع أنه تحت رعاية رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة تنطلق صباح اليوم أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات لعام 2021، والذي يعقد تحت شعار بناء مشتريات مرنة وفعالة ومستدامة، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي إتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.